لي سيبورتور تاعنا في الستاد مقلب واه تو داي فيفا لجيريا طنبور لي كاشمي بوي راك تعرف لي زالجيريا وتاع قطر نحنا معاك يا قطر. وايد خطير امام المنتخب الجزائري، انتوا العشرة راح تمسكون بلايلي. بش بغداد بو نجاح اسرع من ناقتي جمانه، جمانه ناقتي ولا زوجتي؟ مورينيو حبيبي سلام عليكم، ابي خطه عشان اواجه فيها المنتخب الجزائري. قطع الاتصال. انت مواصل الجزائري؟ انت ما راح تشترك بالمباراه، لانه اكيد حتسجل ضد مرماك بعد ما تسمع النشيد الوطني. لا ظاهر انهم حيجلدونا ان شاء الله. المهم قدمنا اعظم افتتاح في تاريخ كره القدم، واحنا نبي الجمال ما نبي هالجلد المنفوخ هذا. يا جمانه ابي الشاي، جمانه زوجتي. هذا ميساج للعرب، مادام البي بي بي موجود وغادي يلعبوا كأس العرب غي يديروا لها باي 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 باي. قطرتم 14 عائلة حبيتوا تفرحوها محسوب، وحنا 45 مليون ما تفرح. حبيت تفرح بنو نهيان وبنو لعبان وبنو خسران وبنو وحنا ما من عندكم؟ والله لو تفتح راسي وتروح لمخي وتروح للفص الأيمن في المخ وتحط معلومتك لن أصدقها. ها حماني يهضر شبيه سلام. أو مبحبح من الماتش من الماتش تاع المروك. قطر نحن قادمون على بلايلي تاكلون. السلام عليكم يا شيخ يا طويل العمر، لا ترسل لنا أنصار الحراش وأنصار المولودية، دي مباراة في كرة القدم يا شيخ، وانتهى. لا ترسل لنا طيارات أم درمان، مش حرب يا شيخ. لا لا يا طويل العمر يا طويل العمر، الجزائريين والقطريين خاوة خاوة، ما في عداوة يا شيخ. السلام عليكم. يا الفريق يعني المرشح للفوز بهذه البطوله، المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، المغرب ومصر. المغرب ومصر في النهائي ان شاء الله. شكرا لك. البارح انا رقدت ميت بالسعاده، جامي رقدت كيما البارح. هاك طالك روحي الشعار البارح بغى ينوض لي ست قرعه تاع عدوى البارح. ولد عمي حطهم عندك كسب. ندمت على عروستي برك اللي جبتها، ندمت عليها. هذا مكان العروسة اللي جبتها ندمت عليها.